مرحبا بكم على قناة الحميدي. هذا أول فيديو متعلق باللغة الفرنسية، واللي موجه طبعا للمتمدرسين في السنة أولى والثانية بكالوريا، يعني الناس اللي متابعين بالجهاوي والوطني. دونك هذه سلسلة دروس اللي ضافت للدروس ديال اللغة العربية، واللي غيكون ان شاء الله فيما بعد امتحانات وتصحيح ديالهم بالنسبة للناس اللي متابعين بالجهوي، سواء الناس اللي متمدرسين او الاحرار، يعني اللي عندهم باك ليبر. نتمنى انكم قبل تضغطوا على زر سابوني وعلى زر الجرس باش هكي يوصلكم اي جديد في القناة، وتشجعونا والعائلة ديالنا تكبر وما تقتصرش فقط على اللغة العربية واللغة الفرنسية، وانما على مواد اخرى، باش هكا نساعدكم ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. نبداو ان شاء الله على بركة الله لاناليز لو رومون. اختارينا لو رومون ديال لا بواط ا ميرفي دو احمد صفراوي. رومون يعني كيعرفوا التلاميذ اللي مقبلين على الجهوي، مقرر لهم هذه السنة وحتى السنوات الفارطة كان خص يعرفوا بأنه يعني من بين المؤلفات الرائعة وذات القيمة. نبداو بلو جونغ ديال لو رومون. لو رومون سيت ان ريسي اوتوبيوغرافيك، ريسي c'est-à-dire la narration et la description. La narration par excellence, ou adkadji la description, mais bête. Autobiographique, fiha, trois tiens les radicaux. Auto, bio et graphie. Les trois radicaux grecs, yani l'asl dialogue grec, qui constituent le mot, définissent l'autobiographie comme l'écriture de sa propre vie. Yani kihdar ala al-hayat al-khasa bihi, sawa'an kan al-sarid أو الشخصية أو الكاتب، لأنه ممكن يكون يبقى لنا خلط بين السارد والكاتب والشخصية كما غنلاحظوا في هذه الرواية. الأوتوبيوغرافي se définit comme le récit rétrospectif، c'est-à-dire كنرجعوا للو باسي، كترجعنا للو باسي اون بروز، ملي كنهضروا على بروز نتري، يعني عكس الشعر اللي كنلمسو فيه la musicalité et le rythme، qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle en particulier. دونك راه كيحاول يحط يعني يعطي قيمة الحياة الشخصية ديالو أو الحياة الخاصة ديالو، سواء في الماضي أو الحاضر، وكيسرد لينا بعض الأحداث منها. Il suppose donc l'identité de l'auteur, narrateur du personnage et le déroulement chronologique d'une narration qui prend la forme d'un bilan. Donc, كتعطينا هوية الكاتب، السارد، والشخصية، وهي ثلاثة ديال العناصر ممكن يوقع لنا خلط فيهم كما غادي نلمسو هاد المسألة في يعني في لا بواط ا ميرفي. واش السارد هو الكاتب وهو الشخصية في نفس الوقت، أو السارد يختلف عن الكاتب وعن الشخصية؟ باش نعرفو لوتور سولوي كي يكي، يعني الكاتب. Le narrateur, celui qui narre, qui raconte, elle dit yahki, est série. Et le personnage, celui qui participe aux événements, yani wili ki sharik fil ahdath. Donc, renqoulou biannahu l'autobiographie, c'est une biographie sira datia d'une personne réelle écrite par lui-même. Auto, soit lui-même, bio, vie, graphie, écrire. كما قلنا لي تخوا غاديكو الاصل ديالهم غريك. اون باس او كونتكست هيستوريك، غنلاحظوا بان يعني بان الروايه مكتوبه باللغه الفرنسيه، لكن المحتوى ديالها ما كيعبرش عن الهويه الفرنسيه. واش ممكن نلقاو دار الشوافه مثلا في شي بلد اخر من غير المغرب؟ واش ممكن نلقاو المسيد في شي بلد اخر من غير المغرب؟ لا. دونك نتيجه الاستعمار لا كولونيزاسيون جات لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبريسيون فرونسيز او بيان لا ليتيراتور ماغريبين فرانكوفون. Il s'agit d'une littérature née principalement vers les années 1945-1950 au Maghreb mais exprimée en français. يعني جات معبر عنها باللغة الفرنسية في
يعني au Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et au Maroc. C'est une conséquence de la colonisation française dans les pays du Maghreb. En Algérie, dans un premier temps, puis au Maroc, 1912-1956, et en Tunisie. Nous savons qu'il y a une période d'istimar dans le Maghreb qui va se كيفاش دات والنتائج ديالها والتبعيات ديالها. لي فونداتور دو سيت ليتيراتور مغربين فرانكوفون لي زوتوكتون، يعني الناس الاصليين القاطنين في البلد، ont conduit une réflexion critique sur leur société doublée d'identité. Par exemple, دري شرايبي مولود فرعون، محمد ديب، احمد الصفريوي، ومن بعدهم جاو بزاف ديال لي زيكريفان لي تبناو لا ليتيراتور مغربين ديكسبريسيون فرونسيز، واللي كينتقدوا فيها مجموع ديال الحوايج في المجتمع ديالهم اللي عنده هويه ديالو وكيتبنى هويه اخرى اولا، يعني كتاثر عليه هويه اخرى بحال اللي غنشوفو في لا بواط اميرفي. دونك اون باس على لا بيوغرافي دو ليكسيفان احمد صفريوي. Né à Fès, la ville اللي غادي نلقاوها كتعاود وكتكرر بشكل كبير، وهي المدينه الاصليه ديالو، وهي المدينه اللي كيعيش فيها سيدي محمد. En 1915 est décidé le 25 février 2004. Elle est l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. هو من المؤسسين، وكنسطر على هذه المساله، هو من المؤسسين ديال الادب المغربي باللغة الفرنسية أو المعبر عنه باللغة الفرنسية. Elle a écrit un certain nombre de romans qui ont rencontré un certain succès, notamment le Chapelet d'ombre avec lequel elle obtient le Grand Prix de l'Atlas. يعني مجموعة ديال الكتابات ديالو، ما نستنيوش منها غير لا بواط ميرفي، لكن مجموعة ديال الكتابات ديالو حظات بتميز كبير، واللي خضع على إثرها جائزة منها لو شابلي دومبر. أحمد صفريوي فو كونسيرفاتور دو ميزي أفاس، فيل كو لون روتروف دون لا بلوبار دو سي زاكي. يعني المدينة اللي كنصادفوها بشكل كبير في الكتابات ديالو هي مدينة فاس، المدينة العريقة، واللي تولى مهمة محافظ على متحف فيها. De l'école coranique aux écoles de Fès, en passant par la découverte de la langue française, se fait un cheminement que l'on dévoile dans ses écrits historiques. يعني مراحل اللي داز منها وهي المسيد او ليكول كورانيك او زيكول دو فاز، يعني مرورا بالمدارس بفاس واكتشافه او لا يعني تعلمه للغة الفرنسية، هي مجموعة ديال الاحداث اللي متسلسلة واللي غادي نكتشفوها او لا غادي يعني نتعرفوا عليها في مجموعه ديال الكتابات التاريخيه ديالو. Elle devient journaliste dans l'action du peuple puis assure des fonctions dans la gestion et la protection du patrimoine de Fès. Elle entre par la suite à la direction du tourisme arabe. البروفيل ديالو والكاريزما ديالو خلاتو تولى مجموعه ديال المهام الرسميه ومهام اداريه، سواء في وزاره السياحه، سواء في من ناحيه المحافظه على التراث بفاس، يعني مجموعه ديال المهام. ومع الذكر انه كان من المناضلين في الحركه الوطنيه، واللي كان كيدافع بشكل مستميت على البلد ديالو، وهادشي كذلك غنلمسوه في الكتابات ديالو. La majorité de ses écrits feront l'objet de rééditions et de traductions. مجموعة ديال الكتابات ديالو راها كانت يعني هدف ديال إعادة النشر والترجمة، لأنها تلمو يعني أغريابل، الناس كيقراوها ويعاودوا يقراوها، ولما لا ينشروها بلغات أخرى سواء بالعربية الإنجليزية، يعني كترجم رغم انه المحتوى غنأثروا عليه قليلا، لكن كنحاولوا انه نوصلوها لناس اخرين باش يقراوها. نتمنى ان هذه المعلومات تكون قد فاتكم، ونكون قد جاوزنا ديك اللغه الفرنسيه الاكاديميه اللي ما كيقدروش التلاميذ انهم يتبعوا من خلالها الدروس ديالهم.
نتمنى انه هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خليو لينا لي لايك اذا عجبكم لو كونتوني، ديزلايك اوسي الا ما عجبكمش، لي كومونتير استفساراتكم وكذلك طلباتكم، واستودعكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.